يا امري جنابك دقينا نبح حسك في ويليام ولس بتاع بريف هارت رايح جاي عم تكلم وانت عم تلعب الحنش. لا 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 يا كبير، ده انا جنابك كنت بعمل فايبريشن عشان الحرب. انا مش قلت مليون مرة نقفل موبايلاتنا واحنا بنحارب؟ ها اشرف، ها قفل موبايلك ولا لا يا اشرف؟ قفله يا كبير. ها مش كيفك، كيف جلوس الطين؟ انا لو قعدت اهزك فيك للصبح ما حنحرمش ولا بنتين على حنينة. يلا رجالة اجهزوا جهزوا جاهزين جاهزين يا كبير. يعني ما ناويش تلايمها يا حمدان؟ لا ما ناويش. إذن فهي الحرب هجوم. يوم تاريخي هزمنا فيه المطاريد وضربناهم بقبضة من حديد. خلاص فرفشوا، ما عدتوا تدفعوا الأتاوة تاني الحمدان ورجالته، لأنكم من النهاردة في حمل الكبير. الكبير 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 الكبير. الأتاوة دي هتبقوا تدفعوها لي يعني، بس بزيادة طفيفة قد كده 50%. كيف يا كبير؟ طب ده احنا كلنا بندفع 50 جنيه للبطاريه، وكلامك معناه تقول لي اللي هندفع 75 جنيه. انا ما قصديش يا كبير، خلاص مش هتكلم تاني. المهم هتروح من ربنا فين؟ عقلك في راسك هتعرف خلاصك، هتسمع الكلام هحطك في حباب عيني، هتعارض هيكون مصيرك زي الكلب اللي لسه مفرقنا دلوقتي.
فزاع امر جنابك. كيف ما امرت جنابك؟ الغنايم كلها راحت على المخزن، والاسره بياخذوا الطريحه برا، ما بقيش منهم غير العيله الصغيره دي، حنودوها فين يا كبير؟ يا الجاموسه اللي كانت عسر، مش ولدت؟ ايوه يا كبير. حطوا العيله دي تحت منيها ترضع، يلا ربنا يتولاها. امر جنابك. ايه احنا سوين لعم تنوح كيف البوم دي؟ يكون ثانويه امي النهارده؟ الله يرحمها ويحسن اليها. انما احنا فين وثانويه الحجه فين؟ ايه يا وليه؟ امشي ورا! اهدي! فيه! طب! يلا يا بقر التوهير! You win for second place. I don't think that's gonna happen, King. He's built up two little sand. الجويستيك الجويستيك يا هدية. ليه؟ وانا عملت ايه طيب؟ انا مش قلت لك 100 مرة ما تمديش يدك على البلاي ستيشن؟ من ساعة ما قفشتك وانت بتلعب بمصارعة حرة. ومالها المصارعة الحرة؟ مالها؟ الرجالة فيها كيف التيران طول بعرض وما سترينش نفسيهم الا باندرات بفتة. طب ما انت بتلعب بيهم. لا انا بلعب بالانترتيكر، ده رد المحترم وما يقلعش خلقات واصل. بعدين انت مالك، انت مالك جيمز يا حرمة. يا سلام، بأمارة السوبر ماريو؟ مش أنا اللي معدي لك الوحش بتاع الليفل اللي فات؟ أبو زعنوفة؟ لا، أبو أربع دراعات. قعد افتت وتنيل على عينك. ألا قولي لي صح، إيه هنا سوين اللي عم تنوح كيف البوم ده؟ واه، نسيت أقول لك يا كبير، الدكتور لسه ماشي من عند أبوك دلوق وبيقول إن حالته صعبة قوي وعلق له محلول، وأبوك كل اللي على لسانه الكبير فين الكبير فين الكبير فين؟ وكل ده وساكتة يا بقرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قرف في قرفك، تبكي ليه يا رجل انت؟ الكبير قوي. ماله؟ بيطلع في الروح. تقولها في وشك ده؟ يا ملف السعد غور من وشي. هو عاكد حسبن علي. حسبي الله ونعم الوكيل. ابوي 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 فيه يا ولدي؟ هتموتني بعد الشر عليك يا ابوي. الحقني يا ولدي الحقني، روحي بتنسلت مني. ما تقولش كده، في سر كاتم على صدري كيف الحجر الكبير ولازم ازيحه. زيحه يا ابوي؟ الحجر ده كبير قوي كيف حجرة الاهرامات. زيحه يا ابوي، انا معاك. مش حتقدر يا ولدي، ده تقيل قوي. خلص يا ابوي وزيحه. ابوي 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 ولدي، خلعتني يا ابوي، قد ايه حموت قبليك. اسمع الحكايه دي زين يا ولدي، وانا شاب قدك قد ايه كنت شقي حبتين وكنت خاربها لدرجه اني كنت بندل مصر كل جمعه عشان اقضي الويك اند هناك.
يا عمر، you have to know one thing. احنا جوازنا لا يمكن يدوم اكتر من 9 شهور. انا بحس وبعمل اختبارات على جميع انواع الجينات لدرجه ان انا عندي بيبيز في جميع انحاء العالم، بس انا هموت هموت واجرب الطفل السعيد الامريكاني. احنا ممكن نعمل عمليه ميرج. انا لسه حالا كنت هفتحك في الموضوع ده. انا هموت واعمل عمليه ميرج وساعتها هنوصل للسوبر بيبي اللي ما حصلش قبل كده. بس بقول لك ايه، انا هاخد البيبي ده معايا وانا مسافره. ديل ديل يا بيبي. يلا بالحق، وانت اسمك ايه؟ سامانتا. سامانتا فوكس. وانا الكبير. الكبير قوي. وكنت انا النتيجه يا ابوي. يا ولدي سيبني اكمل يا ولدي، هموت من ديك. كمل يا ابوي. الحقيقه يا ولدي ان الوليه الامريكانيه دي تبقى امك صح، وامك دي خلفت من طوب الارض وما كانش ناقصها للواد الامريكاني الصعيدي ده. وانا وبلا فخر اللي عملتك ده. ارتحت يا ابوي، شلت الحجر من على صدرك وحطيته على صدري انا. انا امي خلفت من طوب الارض، وانا اللي كنت فاكر ان الطاهره دي ما حدش شافها ولا حتى انا. يطلع العالم كله شافها. يا ولدي دي مش امك، دي مخده وانا ملبسها اسود. امك الحقيقيه باه يا وقع مربربة. اسمعني عادي يا ولدي، الحكايه لساتها ما خلصتش. الحجر الحجر حيموتني يا ولدي. محروق الحجر. احنا كده يا بيبي، العيلة عندنا كلها كده. اول يوم المأذون، تاني يوم الدايق. وبعدين يا بيبي انا عارف انك مستعجل وعايزة تعودي بلدكم بسرعة. وجيت انا للدنيا، ويا ريتني ما جيت. لا ما جيتش لحالك. كيف جيت؟ اتنين في بطن واحدة. يعني ايه اتنين؟ يعني التوينز يا ولدي. توينز in 2 days. لا يا عمر، احنا ما اتفقناش على كده. I need only one baby. خلاص خد انت الواد الاسمر ده، وانا اخد الواد العكر ده. يمشي معايا في البلد. ياخد ياخد علي وش نباته. بس كيف التاتش يا بيبي؟ شفت اخترتك كيف يا ولدي، وسبت اخوك لما تاخده وتسافر. محروق اخوي على امه الامريكانيه على كل الكليله. ما كانش لازم تحكي لي الحكايه دي. واصل يا ابوي. كان لازم احكي لك عشان اكمل واقول لك على اخر حاجه. انا خلاص يا ولدي بموت، وعشان ارضي ضميري قدام ربنا شديت لاخوك في امريكا SMS وبعت له رساله على الفيسبوك عشان ياجي وياخذ نصيبه بشرع الله وحقه في كل شيء. حقه؟ الواد ده ملهوش حق هنا، ولو عدت بالمزاريط حقتله. حسبي الله ونعم الوكيل. يا مرن يا مرن، ترجعي إلى ربك راضية.
نورت بيتك بمطرحك يا سجوني. ايش يعتير انت؟ ابوي عم يتعذب بقبره وانت عم تزغرتك في البهيمه؟ الناس تقول عليها ايه؟ معلش يا اخوي والنبي ما قصديش، هي بس الفرحه بقدوم اخوك جوني نستني. حقك علي يا كبير. ثانيه واحده، مراتك؟ ايوه. بنزل. انتوا فاكرين هعمل ايه؟ انا كنت بس حبوسها. تبوس مين يا دي مخبل انت؟ انت فاكرها خالتك؟ طيب اقعد اقعد. اسمك ايه؟ هدية. اسمي هدية. So cute. I love your style. Your hair. اتنين ليمون يا فزاع. لحسن القعدة شكلها هتطول وتحلو. امر جنابك. تنين ليمون يا اللي في المطبخ. تنين ليمون ايه يا جحش يا ابن الجحش؟ ايوه صح، ليمون يهدي. انا موصياهم يحضروا العشاء. بقول لك ايه؟ ما نكسرش خباوي. قسما بالله اللي هينطق عتويه. تعال لي انت عاد يا بسكويتي. يس برو. لا والنبي كلمني عربي عشان بخاف. بتخاف لي برو يعني اخويا؟ انا اسف ما عرفتكوش على بعض. ده توماس ماي بيست فريند ومدير اعمالي. دي اشلي اخته واخته، بس هي شفتك معنا فجبناها هنا معنا. ما يضرش قصروا. عاوز ايه؟ بص من الاخر كده، انا جاي النهارده عشان زي ما بيقولوا في الامثال المصريه عندكم القديمه، نلم حاجه كده نحطها على حاجه تاني. ايوه نلموا الموكوس على خايب الراجع. لا لا انت تسكت خالص، انا ما كلمتكش، انا بكلمه هو. قصدي نلم تو كانتريز، كانتري نحطها على كانتري ثانيه. قصد اسم الله على مقامك تلم الشامع المغربي، بيقول لك كانتريز. اكزاكتلي. ما شاء الله انت، غير انك ستايلك تحفه كمان ذكيه. يا مصبر الوحش على الجحش. كام داون برو، تشيل. يعني لازم نبقى هادين واحنا بنتكلم في موضوع الميراث. ميراثيه ميراثيه، انت قاعد مع كيس جواف وياك. اي حد معدي يقول لي ليه فرصه ابوك اقول له تفضل وصدقه، ده انا طخه وطخه ثاني كمان. ما هيبقى مات اوريدي. ايه البوينت؟ انت عايز تقنعني ان دادي ما قالكش؟ لا حكالي يا خفيف، حكالي قال لي ليك اخ واحد بس مش برص وخنفستين. احنا خنفستين؟ يعني هو انا اللي برص؟ ليش عرفني؟ مش يمكن تكون جاي رامي بلي؟ حقك دي معك حق فيها. توماس يا جيرن بوي. اوكي بص يا كبير، دي شهادة ميلاد خرجت من مكتب صحة كلود بيك باسم جوني الكبير قوي وبنفس تاريخ ميلادك. ده تحليل الدي ان اي من تكساس بيثبت ابوة الكبير قوي لجوني، ودي البصمة الوراثية لجوني وللسيد الوالد، والاثنين متطابقين تماما. الشهادات دي كلها معتمدة من الام بي اي او منظمة الصحة العالمية. الورق ده تبل وتمسح به لمؤاخذة. ها ها قفاك. إذا كان كده معلش، ده أنا طخكم والدبان الأزرق ما يعرف لكوش طريق جرة. إيه طخنا دي؟ أنت شايفنا فرخات قدامك؟ ما تخلينيش أوريك الوش التاني، أنا ممكن أوريك الويل وظلام الليل. أوه ماي جاد، ده إرهاب. ما تنساش إني أمريكان سيتيزن، وممكن بتليفون واحد للسفارة أقلب الدنيا أبسايد داون. يا جماعة صلوا على النبي، كده ده أنتوا إخوات. خلي الجماعة يريحوا في أوضة الضيوف وإحنا كمان نطلع نريحوا في أوضتنا عشان إحنا تعبانين طول النهار. طبعا ما تغمزي لي ليه؟ حفهمك فوق. هدينا فوق أها، عاوزة إيه؟ إهدى بس يا كبير، إكده ووزنها بالعدل، ده ممكن يقلب الدنيا زي ما قال أبسايد داون. ده أمريكاني أمريكاني. وأنا مزاريطي مزاريطي مزاريطي، ممكن أزريطها على اللي فيها وأجيب عليها وأطيها وفوقيها تحتيها كمان. شوف يا كبير، لو خلصنا عليه دلوق ايه اللي هيحصل؟ كل خير. لا مش كل خير طبعا، اكده هتتقلب علينا الامم المتحده ودولك ما بيتفاهموا شيء، يضربوا النووي عدل. النووي؟ طب وانا اعمل ايه دلوقتي؟ اسيبه ياخذ نص الورث؟ لا مش النص، هو يعرف منين قديه ورث الكبير قوي. قصدك اديله حسنته وبعد كده اصرفه. الله ينور عليك، ولا يؤذينا ولا ناذوه. يا بقرة. فزاع يا
قوم يا الفزيا. صباح الخير يا كبير. صباح الزفت على نفوخك. نهارك ابيض. انا مش قلت لك يا ما تغفلش عينيك من عليهم؟ حصل جلابك وعليا ما غفلتش عينيهم لحظه. لا يا شيخ، وهم فينهم دلوقتي؟ صحيوا من النجمه وسافروا. باه هتتكلم صح يا؟ صح صح يا كبير، هما قالوا انهم هيروحوا ياخذوا الراوند. هياخذوه منين غير من محطه القطر؟ انت متاكد يا انهم قالوا هياخذوا الراوند ده؟ ومليان سمعهم بوداني دول يا كبير. غاروا في 60 داهيه. انا قلت كده برضك، ما يستحملوش عيشتنا وناموسنا وجاموسنا. غرياض غرياض، خليهم يحضروا لي الفطار ويبعثوني في البلكونه. امر جنابك، نحضره لك ايه؟ عايز النهارده كنت ننتل. اسمع يا ود الناس، ابويا الحاج قبل ما يموت بخمس سنين ادمن القمار. ريلي؟ الكبير قوي واز جامبلر وفلاتي كمان، والناس كلاتها يا حبه عيني كداحك عليه. ما طولش عليك، المرحوم قبل ما يموت كان مشارك في دوره ويننج 11، وكان لاعب على الارض والدوار، والناس اللي كسبت الرهان كتر الف خيرهم فايتينا في الدار دي عقبال ما نلقوا مطرح قانون جديد. سو ربنا ألهمني بفكرك ده، دسيت عنيهم اسم الله على مقامك كم جاموسي على كم بهيمة عاملين 38 ألف جنيه وريال. حقك فيهم بشرع الله 19 ألف جنيه وبريزة بالتمام والكمال كده. توماس جيرم بوي. أوكي، آخر حصر لأملاك الحاج كبير قوي تم رصده من خلال مصلحة الضرائب لسنة 2010، وهو كالآتي: 12 فدان على الترعة، 10 فدادين ورا الترعة، ده بالإضافة للترعة نفسها، 5 جناين ليمون، 5 جناين برتقان، 5 جناين موز بلس الدوار، و10 أبراج في الطوابق فيصل. الفدان على الترعة بيعمل 300، والفدان ورا الترعة بيعمل 200، والجناين والأبراج والدوار يبقى كده كله على بعضه about 6600. أنا هاخد 3 بس. 3 إيه؟ 3 مليون جنيه؟ قالوا لك عني داقك زرع زيري يا. ده انا طخك وطخ نفسي قبل ما اديك 3 جنيه. النووي يا كبير. والله لما يكون ايه؟ اعقل يا كبير، ده فيها خراب. اكده هيعملوا حصار وهيقطعوا الكورن فليكس عنينا. اوه. وحقه اكده اكده بالمحاكم هياخده. فزاع. امر جنابك. هات دفتر الشيكات. جاهز يا كبير. تفضل. بالضبط. يلا يلا ساعدهم، مستعجلين، لم خلقاتهم عشان يلحقوا يروحوا. وانت يا اشرف ادي الطنبيل بتاعهم غسله نظيفه كده. تمر يا كبير. بس انا مش ماشي دلوقتي. ليه ما ماشيش؟ لسه بقيت حقي. حق ايه يا ابو حق انت؟ توماس. اوكي، ده تقرير من المستشفى بيؤكد ان جوني اكبر منك باربع دقايق، وبمستنى زي ده ممكن ناخد حكم في منت. بارك لي يا كبير، هبقى نيو عمده. او ماي جاد. ليه يا كبير دلوق؟ مفيش غير واحد بس هو اللي هيخلص الموضوع ده. هو مين ده؟ ابو الليل. ابو الليل؟ مين ابو الليل ده؟ عزرائيل الصعيد. أكبر عدد جثث كان على يده، كان عامل هاي سكور على هتلر ذات نفسيه. باه، وإيه كمان يا كبير؟ القتل عنديه ما كانش مجرد دم وخلاص، لا ده كان فنان، فنان صح. وبيختفي في لمح البصر، ولا حدش يعرف له طريق ولا حتى صديق. طب وده هتوصل له كيف يا كبير؟ أنا الكبير يا هتيرة، وأبو الليل ده كان حيا الله واحد من تلاميذي. ابو صميده، ابو خليل، ابو سعيد، ابو الليل. ها
مين؟ أنا الكبير ياد. الكبير؟ يا ولد اللزيكة، عاش من سمع حسك يا كبير. الله يخليك. أسمع، أنا كنت عايزك تخلص لي مصلحة كده. أهنينا ليك يا كبير. قول لي يا عم جابر، فين هنا بيبيعوا دايت شوجر؟ بس أنا عامل دايت. يا جوني بيه، محدش بيبات من غير عشاء. إيه عم جابر، في هنا اي تي ام؟ يعني لازم ان اللي انتوا بتقولوا عليه ده، ما البلد مليانه زفر، كله زفر زفر. اها، وانا كمان يا عم جابر محتاجه جدا قف. حتى انت يا بنتي، ده انت من ساعه ما اندليت البلد هنا وانت زهقانه على طول. ما تشوف يا جوني بيه، شوف صاحبتك مالها زهقانه منينا ليه؟ اوف يا عم جابر اوف، كلنا عايزين اوف. استغفر الله العظيم. حتى انت، بص يا عم جابر، انا هقول لك الاوف ده رصاص بيترص للحد من خطوره الناموس. ما تقوله فلت. ده طشت اسوان من اول البلد لاخرها، وعاوز كباب قزاز من الغاليه قوي، واربعين خدام على الاقل يلفوا كيف النحل يخوت الناس كده، وشوف لنا عشرة فوقها من الجامدين قوي دول بتوع شرايط الكسل. يعني من الاخر عاوز العزه ده يبقى ولا ادحى فرح فيك يا بلد. Man, I love this country. Shopping here is like انت ايه؟ انت ميتة؟ انت كيف؟ ايه يا عم الاوفر، في ايه؟ لسن، انا فكرت كويس، لقيت اني مش موافق اني احكم كونتري البيبل اللي فيها مش هم اللي مختاريني، عشان كده قررت ان اعمل انتخابات نزيهة بيني وبينك، ولا يختاروا الناس هيبقى هو العمدة. بيس بيسين ثلاثة. So cute. يعني الصورة تاتشي وفي نفس الوقت بص أنا أشعرت. جوني، دي أول خطوة في حملتنا الانتخابية علشان الناس تتعود على شكلك وتحفظ اسمك. عشان كده إحنا عايزين نقعد مع الناس، نتكلم معاهم، نكسبهم، you know. عم جابر، لا أنت تقدر ترتب لنا الموضوع ده مش كده؟ إن شاء الله. شوف أنتوا عايزين إيه، وأنا عينيا لود الغالي. Thank you brother. هو ده exactly العشب. جريت عم جابر، احنا عايزين نعمل كونفرنس ميتنج مع اهل المزاريطه. ومال نجيبوه؟ نجيب مين يا عم جابر؟ بقولك عايزين نعمل كونفرنس، قولي بس نعمله امتى. شوف حضرتك، انتوا تكتبوا كل حاجه انتوا عايزينها من الرزخانه وانا اروح اجيبها، بس كتبوها كلها في ورقه واحده عشان يبقى مشوار واحد. اه يا ثانك يو يا عم جابر. هي اشلي فين؟ لوك اهي هناك، اهي بتلعب المعزات الصغيره والايجيبشن بيتس. شي سو كيوت. حبيبي يا ويردو، بتكلمني؟ لا، بكلم الصورة اللي وراك يا خفيف يا فاني. تعال هنا. وأمر يا سيدي الناس. في ايه بالظبط؟ من ساعة ما خرجنا وانت مرعبنا، وكل ما ابص لك يعمل لي كده. في ايه؟ انت اهبل ولا عاوز حاجة بالظبط؟ حادي حادي ايه؟ والله ما عاوز حاجة يا سيدوني. يبقى اهبل اهبل. امال انت عطرنا ليه؟ ايه ده؟ انت عارف اسمي كمان؟ سيدوني، ده انت اللي ما يعرفك يدهلك. هاي ثانك يو براذر. انت اسمك ايه بقى؟ هدرس. هدرس 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 هدرس. انت بيور ايجيبشن؟ وات ايفر. قول لي انت متابعنا ومراقبنا ليه بقى؟ والختمه الشريفه ما فيش غيرش بس انك عاجبني. او ماي جاد. انت متجوز؟ لا 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 لا. وطبعا ولا خاطب ولا مصاحب ولا ليك اي علاقه بالفيميل؟ ايه النساء. ايوه في هيام. هيام ده نوع العلاقه ولا الـ الـ الانثى؟ ايوه طبعا نتايه طلقه. ثانك جاد طلع ستريت. ويلكم باك. شفت يا جوني، بقى ليك فانز، عندك معجبين. هدرس ام توماس. وعايز احنا كنا عايزين نقعد مع الناس نتكلم معاهم، اهل المزاريطه. قول لي ممكن نقدر نعمل ايه؟ سهله قوي. يا ناس يا اهل البلد.
تعالوا كلموا سيدوني اهل البلد. لا ده اهبل اهبل. تعالوا كلموا سيدوني. Good morning everybody. What's up? أصدقائي مستر جوني مش عاجبه حال البلد. طب انتوا عاجبكم؟ عشان كده هو عايز يعمل حاجات كويسة جدا مفيدة تفيدكم وتفيد البلد. Exactly. وعشان كده هو قرر انه يعمل انتخابات نزيهة ما بينه وبين اخوه الكبير وبيدعوكم كلكم everybody علشان يناقش معاكم برنامجه الانتخابي. ايه رأيكم يا رجالة؟ هو ده ينفع سجوني عمدة؟ طب لو سجوني كسب الانتخابات هيعمل ايه يعني؟ لا هعمل من ناحية هعمل هتعمل ايه يعني؟ هعمل يعني لازم احرقها دلوقتي. راجل نفسية باين عليك واوفر قوي جوني. بص خلاص بقى يا عم جابر. نعم. فين الهدايا الشيك الغالية اللي احنا جايبينها علشان نوزعها على الناس الطيبين دول؟ حاضر بس ده مش هنديله حاجة. خلاص انت مش هتاخد حاجة انت بالذات. خلاص بقى يا جوني. يا جماعة مستر جوني هيرد على كل اسئلتكم واستفساراتكم بكرة الصبح من الساعة 9 للساعة 11 AM في البرنامج الانتخابي. وبليز يا جماعة كلكم هاتوا اولادكم الصغيرين عشان في مفاجآت كتير وهدايا. بحبكم كلكم. لا ريلي بحبكم. بيس. قال انتخابات نزيهة. قال في المزاريطة ماشي يا ابن الحجة فوكس. انا قد مش فايتك العشية بنتكلم عن الانتخابات. لحقت تعمل كل ذي هميته. الواد ده كانه مخاوي يا فزاع. مبسوط هذه آخرة العقد. فزاع ايوه يا كبير. امور جنابك. ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه ده فلينه. ما تصدقش يا كبير الناس كلها في السوق هتقطعوا بعضيهم على فلينه اللي مالا جوني بيه اعطاني تنين. جوني ايه؟ ما بلا ما اخده يا كبير. ايه المكتوب على الفلينه ده؟ دي مكتوب نعم نحن نستطيع ان نعملها. عملكوا اسود ومهبب يا كبير. احرق الفلالين دي واجمع كل الرجاله في المخزن. قدامك 10 دقايق غور ولا هيتاخر. امسكوا السلك عريان.